رأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية. في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمية الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على الثقة الملكية الغالية بإصدار جلالته مرسوما ملكيا بتشكيل الوزارة الجديدة، مؤكدا الحرص على تعزيز الجهود لتتسق مسار العمل الحكومي مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والبناء على مخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية بما يضمن استدامة التنمية والتطوير والتعامل المتقن مع متطلبات المرحلة ويعود بالنفع على الوطن والمواطن، لافتا إلى الالتزام بالمسؤوليات الوطنية وأولويات العمل الوطني على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الحكومية، وأن يكون الإنجاز شعارا دائما والتميز هدفا والتطوير عنوانا للمرحلة المقبلة من أجل تحقيق كل ما فيه الخير والنماء لمملكة البحرين وأبنائها الكرام. وفي هذا السياق أشاد المجلس بجهود الوزراء السابقين في ترجمة توجهات الحكومة في تطوير الأداء في المجالات التعليمية والتجارية والصناعية والرياضية والشبابية، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح. ثم أكد المجلس على أهمية مركز البحرين العالمي للمعارض الذي أقيم حفل افتتاحه برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز مكانة مملكة البحرين في صناعة المعارض والمؤتمرات، مشيدا بالجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة وعملها بروح الفريق الواحد لإظهار هذا المشروع الحيوي بالكفاءة التي تعكس الطموح المنشود. ثم أشاد مما حققه معرض سيتيسكيب البحرين 2022 ومعرض الجواهر العربية 2022 اللذان يعتبران باكورة الفعاليات التي احتضنهما مركز البحرين العالمي للمعارض من نجاح كبير على مستوى المشاركة والحضور، بما يعكس مكانة مملكة البحرين وما يشهده القطاعين العقاري والتجاري من نمو وتطور. بعدها هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة لدورة عمله الثامنة وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، منوها بدور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف مسارات العمل الوطني. بعد ذلك هنأ المجلس أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية السامية متمنيا لهم التوفيق والسداد للاطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية، مؤكدا حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر والبناء مع السلطة التشريعية بما يخدم الوطن والمواطن. بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجا متكاملا، وذلك في ضوء استعراض المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والتي أظهرت أنه تم الانتهاء من 21 برنامجا من أصل 27 برنامجا تضمنته الخطة، وأن العمل جار على الانتهاء من تنفيذ 6 برامج متبقية خلال الفترة القادمة، كما أظهر التسجيل ارتفاع في العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث أشاد المجلس بجهود الجهات المعنية مجتمعة والتي عملت بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرسومة والوصول إلى النتائج المرجوة، منوها بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدور القطاع الخاص في تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي وبرامجها. ثم هنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 51، متمنيا للإمارات الشقيقة مزيدا من النماء والازدهار. بعدها تابع المجلس حادث وفاة عامل وإصابة آخرين في أحد مشاريع تصريف مياه الأمطار بمنطقة اللوزي، ووجه الجهات المختصة لمواصلة إجراء التحقيق التفصيلي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث المؤسف واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكراره مستقبلا في مواقع أخرى، والتنبيه على أهمية توعية العمال وأصحاب العمل بمراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك في ضوء الاطلاع على تقرير مرفوع من سعادة وزير الأشغال بهذا الشأن. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولاً،
الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن قرار يصدر عن سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لدعم مسارات تطوير سوق العمل. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان شقيقة. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن النموذج الموحد لإطار العمل المزمع إبرامه بين وزارة شؤون الكهرباء والماء والجهات الحكومية لتقديم الدعم الفني في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. مذكرة بشأن اعتماد تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن نتائج استضافة مملكة البحرين لمعرض العطور العربية والمشاركة في الاجتماع 25 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الخارجية إلى مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2022.